السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا الأستاذ لايف، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الذي سننجز من خلاله تصحيح نموذج الفرض الثاني لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الأولى إعدادي دولي. دونك جو في فيغ لا كوريكسيون دان موديل دو كونترول نيميرو دو دو فيزيك شيمي دو بروميير اني دو كوليج. إذا سأضع لكم هذا الفرض هذا في صندوق لتحميله من خلال موقع الأستاذ لايف في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. alors je commence la correction de ce contrôle à partir de l'exercice numéro 1, donc 8 points. La première question complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. عندنا واحد la liste من خلالها غادي نعمرو هاد لو تيكست هذا. باسكال ماس فوليميك اتموسفيريك يوتيليزي. لا بروميير فراز لو غرام بار مليليتر، غرام بار مليليتر اي لونيتي دو لا ماس فوليميك. دونك بور لا ماس فوليميك، بور لا ماس فوليميك لونيتي انترناسيونال، لونيتي international si le kilogramme par mètre cube. Mais il y a aussi l'unité la plus utilisée, c'est le gramme par centimètre cube ou bien gramme par millilitre. C'est pour cela on a ici l'unité utilisée. Donc je vais mettre ici utilisée. L'unité internationale de la pression est le. Quelle est l'unité internationale de la pression? Donc l'unité internationale de la pression, c'est le Pascal. Pascal, PA. Pascal, PA. La troisième phrase, la pression atmosphérique et la pression exercée par l'air sur toutes les objets qui sont en contact avec lui. Et dans le ضغط الجوي هو la pression هو الضغط اللي كيطبقوا l'air هنا خلاونا فراغ sur toutes les objets qui sont en contact avec lui. ما هو الهواء الذي يطبق هذا الضغط الجوي؟ واش هو الهواء موجود في شي حاجه او دونك هذا هو الهواء الجوي كنسميوه الهواء الجوي الموجود في الجو. الهواء الجوي دونك قلنا اتيليزي هنا هذا لو مو اتيليزي استعملنا هذا الباسكال دونك اون فوار اتموسفيريك. اتموسفيريك دونك كنا اتيليزي لو مو اتموسفيريك باردون هنا. دونك شاك ماتيغ بور كل ماده خالصه A pour A une qui la caractérise. Non, c'est le A qui la caractérise. Il y a une couleur maintenant de masse volumique qui la caractérise. Une masse volumique qui la caractérise. On passe à la deuxième question. Souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. On a plusieurs propositions et on va souligner la bonne réponse. Un manomètre ou bien un baromètre, هذا هو لي شوا اللي غادي دير اما هذا ولا هذا, permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans une enceinte. اذا يسمح يمكننا من قياس ضغط غاز محجوز enfermé في واحد لو ريسيبيون ولا في واحد لونسانت في واحد المكان. إذن هذا هو المانومتر. دونك جو في سوليني لو مو او بيان مانومتر لان البارومتر كيمكننا من قياس الضغط الجوي. دونك الغاز المحجوز اللي كيكون في واحد القاروره او في هذا كنقيسوا الضغط ديالو بواسطه المانومتر. او كور دو لا كومبريسيون, او كور دو لا كومبريسيون لو فوليم دو لير اوغمونت او بيان ديميني و سا بريسيون اوغمونت او بيان ديميني.
لا كومبريسيون هي الانضغاط، يعني الانضغاط. مثلا عندنا هنا جو في ديستيني السي ان سيرينغ، عندنا هنا مثلا واحد لا سيرينغ، عندنا هنا لو بيستون المحقنة، هذه هي المحقنة. الا دفعنا هذا المكبس هذا، هذا البيستون هذا، شنو غادي يوقع لير هنا او كور دو لا كومبريسيون؟ لو فوليم دو لير الا دفعناه، دفعنا منه هنا لو فوليم دو لير ديميني، كينقص اي سا بريسيون بويسك لو فوليم ديميني. هادوك لي بارتيكل اللي كيكونوا هنايا كيوليو يعني الحركه ديالهم او الضربات ديالهم على هذا البيستون كتولي كثيره وقويه بزاف، وبالتالي الضغط كيزداد كيزيد، اوغمونت لا بريسيون اوغمونت. لا فالور مويان دو لا بريسيون اتموسفيريك او نيفو دو لا مير اي، دونك في على مستوى سطح البحر يعني هناك واحد القيمه ديال الضغط الجوي اللي معروفه وهي 1013 هكتو باسكال، دونك جو في سوليني سا ici هنا. Au cours de l'expansion de l'air, les particules de l'air, l'expansion هي العكس ديال la compression. هنا انضغاط، هنا انضغاط ولكن هنا تمدد. Au cours de l'expansion أو توسع de l'air, les particules de l'air، هذوك لي بارتيكول، دونك ديجا راكم درتو لو موديل بارتيكولير، سو رابروش سيلواني، منين كنمدو دونك سيلواني لان لو فوليم كيزيد كيتباعدوا، العكس هنا اللي كيتقاربوا الا دفعنا البيستون تما اللي كيتقاربوا لي زين دي زوتر. دونك اون تيرميني لو برومي اكزيرسيس اون باس او دوزيام اكزيرسيس 8 بوين. اكزيرسيس 2 افيكتي لي كونفيرسيون سويفونت 1500 غرام ايت ايغال ا كومبيان اون كيلوغرام، دونك 1500 غرام ايت ايغال ا 1,5 kg. Je change la couleur. 2 bar combien en hectopascal? 2 bar combien? On a 1 bar normalement, la relation on a 1 bar est égal à 10 ou 1000 pascal. L'hier 1000 هكتو باسكال، دونك دو بار جو ملتيبلي اسي بار دو، نضرب هنا في زوج، نديرو هاد لاغولاسيون، ان بار ايتيغالا ميل هكتو باسكال، دونك جو ملتيبلي اسي بار دو، نضرب هنا في زوج، جوج بار، ونضرب هنا حتى هنا في زوج، دو ميل هكتو باسكال. Facile. Donc 2000 hectopascal. Et là, une autre relation ici. 1000 ou 1000 hectopascal, je vais faire un millimètre Hg. Millimètre, mais là, zébac. Donc, j'efface le. On a 1013 hectopascal. هي 76 او بيان 760 مليمتر اش جي، ولا 76 سنتيمتر اش جي، ضربناها في 10 باش تولي لنا بالمليمتر. دابا حنا خصنا 1000 غير 1000 باسكال، شحال بهذا المليمتر اش جي شي اكس هي اللي كنقلبوا عليها ونديروا لا ريغل دو 3. دونك اكس شحال غادي تجينا؟ اكس غادي تجينا هادي في هادي على هادي، دونك 760 1000 على 1013، ونديروا الكالكيل نشوفوا شحال تخرج. دونك 760
مضروبة في ألف ومقسومة على ألف وتلتاش. دونك هاي الريزلتا قدامنا، 750.24. 700 نكتبها هنا، 750.24 مليمتر أشجي، مليمتر من الزئبق، أو بيان مليمتر دو ميركور en français. Et j'efface ce calcul-là. Donc, on passe à la question B. Un cube d'or a une arête de A est égal à 10 cm. Et une masse M est égal à 19 kg. Cube. Cube, le معنى ديالو بأنه مكعب. هو واحد لا كيوب. نحاولوا نرسموه. دونك لاغيط ديالو، هاد الضلع ديالو، لان الاضلاع ديالو متقايسة، هذا هو المكعب باش كيتميز، او بيان الكوب. كوب دونك ا ايتيغالا 10 سنتيمتر. شنو نطلب منا؟ كالكيلي لو فوليم دو سو كور. دونك لو فوليم سي في ايتيغالا ا فوا ا فوا ا ايتيغالا ou bien a à la puissance 3, نتوما مازال ما درتوهاش. دونك 10 في 10 في 10 تساوي 1000 سنتيمتر مكعب. دونك غادي نمسح هذه هنايا، سنتيمتر كيوب، هذا هو الفوليم ديالي. دونك لا دوزيام كيسيون، كالكيلي لا ماس فوليميك دو سو كور ديال هذا واحد الكوب من الذهب، شحال غادي تكون لا ماس فوليميك ديالو بالغرام على السنتيمتر مكعب. دونك اون نورمالمون اون لا ماس فوليميك ايتيغالا رو سي باردون ايتيغالا ام سير في جو كوريج ايتيغالا ام سيرفي. ها هو لو فوليم عندنا، وها هي لا ماس. دونك هادي غادي نحولوها للغرام، لحقاش عطاونا هنا نحسبو بالغرام على السنتيمتر كيوب. دونك غادي نحولوها 19، نكتبها هنا 19 كيلوغرام، 19 كيلوغرام تساوي 19000 غرام. دونك نجي هنايا وندير لابليكاسيون نيميريك ايتيغالا 19000 سير 1000 هي. دونك جي جو سامبليفي بار 1000 ايتيغالا 19 غرام سير سنتيمتر كيوب. نورمالمون هنا خصها تكون فاصلة 3، نورمالمون هنا 19.3 باش تخرج لنا هنا فاصلة 3. هذه هي لاماس فوليميك ديال الذهب 19.3. حتى هنا غادي تكون 3 هنا، ونحيدو داك الألف وتبقى لنا 19.3 غرام. نسيت ما صححتهاش في الأول. دونك أون باس على كيسيون نيميرو سي. On enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par un manomètre qui affiche la valeur 1000 hectopascal. Ah, y a l'expérience les comptes sont gobila. عندنا la seringue ou عندنا هنا يا son orifice est relié avec le manomètre. Ah ouais, عندنا هنا le manomètre. Donc هذا l'appareil qui m'a fait chauffer. عندنا هنا لينتي دو ميزيغ لي هي ليكتو باسكال. دونك من خلالها كنعرف بانني كنقيس لا بريسيون. الوغ اون بوس لو بيستون، دابا
On pousse le piston, choisissez la valeur de la pression parmi les valeurs. On a besoin de les valeurs en 3. On va choisir la valeur qui va être justifiée. D'abord, on va déplacer le piston de là. On pousse le piston. إذا كنت درت تجربة في القسم غتكون عارف الجواب على هذا السؤال شنو غادي يوقع لا فالور دو لا بريسيون راه حنا شفناها ديجا غادي يزيد دونك في الاول قالوا لنا هما ها هي قالوا لنا كان 1000 كانت 1000 دونك واش غادي تبقى 1000 ولا تولي 900 هكتو باسكال ولا تولي 1500 هكتو باسكال دونك لا فالور سي 1500 هكتو باسكال كار او كور de la compression donc ma page fait n'écrire là je fais n'écrire au cours de la compression la pression augmente La masse de l'air à l'intérieur de la seringue change-t-il? Donc la masse ديال الهواء اللي كاين هنا كاينه واحد الكميه ديال الهواء هنايا هذا لو فوليوم د لير عنده واحد لا ماس واش غادي تبدل ملي غادي ندفعوا لو بيستون ولا لا دونك لا ماس نو شونج با علاش لا ماس نشوج با باسكو هاد لو فوليوم داير اللي هنا راه محبوس والنوم فير معايا ما عندوش منين يخرج ما عندوش منين يدخل دونك لا ماس تبقى هي نفسها لا ترويزيام كيسيون كومون لو فوليوم داير اتيل فاري دون لا سيرينغ داخل المحقنه باش نعرفوا لير اللي حنا كنهضروا عليه ماشي لير اللي برا هنا بيان سير لو فوليوم دو لير دو ميني لو فوليوم du mini le volume de l'air du mini 4 l'air de la syringe a-t-il subi une compression ou une expansion donc l'air a subi une compression On passe au troisième exercice. Exercice numéro 3, 4 points. Nord a trouvé au laboratoire de physique deux solides A et B de même volume de 100 cm cubes. Pour les identifier, ben, je sais que les solides sont deux solides. Nord a mesuré la masse de chaque solide et elle a trouvé les résultats suivants. Nord قاست الكتلة ديال كل سوليد دو سوليد قطعتين من شي جسمين من شي مادتين ما عرفتش شكون هما هاد المادتين دونك لو سوليد ا شنو لقات لا ماس ديالو ايتيغال 1574 غرام ولا ماس دي سوليد بي ام بي ايتيغال 1792 غرام لا بروميير كيستيون Calculer la masse volumique de chaque solide. Identifier chaque solide en se basant sur le tableau suivant. On a un tableau qui fait le solide, le cuivre, le nhas, le hdid ou le zinc. Et la masse volumique de elle. D'abord, le سؤال ou le bada, c'est la masse volumique de tout solide. Donc, on a ρ est égal à m. سير في هكا تكتب نهار الفرض باش كتبين الاستاذ انك راك فاهم ايتيغالا لا ماس دابا غادي نبداو ب ا رو ا اون بو اجوتي هاد لانديس ا هنا باش نبينو بلي راحنا نحسبو نتاع ا ام ا بغيتو نزيدوها حتى هنا ام ا سير في ا تساوي لو فوليم عندهم نفس الفوليم اللي هي 200
وهنايا ام ا لا ماس ديال ا. دائما نقرا التمرين مزيان لحقاش المعلومات كتكون هنا متشبكه، وهاد وسيرتو هاد التمرين الاخير هذا كيكون على شكل وضعيه وخاصك تقراها مزيان باش تقدر تجاوب. كيكونوا ربما هنا بعض المعلومات اللي كتشوش، واخا هاد التمرين هذا تقريبا بسيط، ولكن بعض التمارين كيكون فيه معلومات غير مشوشه غير كتصدعك تلفك الجواب الصحيح. دونك ام ا هي عندنا غادي نحطوها هنا 1574، وغادي نمشيو نديرو لا ميم شوز هنا بور هاد لو سوليد بي، وعاد نحسبو لا فالور رو نسميوها بي ايتيغالا لا ماس ديال بي سير ام بي في بي. دونك الا بغيتو ما ديروش بي بي بلاش، دير غير ام سير في باش ما تلفش. وهنايا لو فوليم هو 200 لان عندهم نفس الفوليم، ها دو ميم فوليم، ولا ماس ام بي 1792. ونديروا الكالكيل ديالنا ونشوفوا شحال غادي تخرج. كالكيل كالكيلاتريس، دائما تدي معك كالكيلاتريس. دونك 1574 مقسومة على 200 تساوي، إذن هذه اللي من هنا عطاتنا 7.87، هذه تقرا 7.87 غرام سير سنتيمتر كيوب، وهذه 1792 8.96. دونك ici est égal 8.92 غرام سير سنتيمتر كيوب. هنا ما تنساوش تاجوتي الوحده، واخا تحسب خصك تاجوتي الوحده، لان حنايا عندنا في الفيزيك ضروري كل مقدار فيزيائي كل غروندور فيزيك خصو عنده وحده ديالو. دونك دابا غادي نعرفوا لا دوزيام كيسيون، ايدونتيفي يعني تعرف على هاد الجسمين او بي شكون هما. دونك ا سي جيكري سي ا سي واخا 7.87، نمشي نشوف هنايا هو لو فيغ. دونك ا لو فيغ او بي شنو هو بي 8.92 نورمالمون خصها تجينا 8.96، كاين غير شي خطا هنا ما عرفتش علاش. نشوف 1792 على 200 كالكيلاتريس، انا اللي غلطت 0.96، انا اللي غلطت هنا فاش نقلت هنا 0.96. دونك لو كويفر هذا هو النحاس. دونك شتو الكتله الحجميه مكنتنا باش نعرفوا واحد الجسمين ما عرفناهمش ديال من، يمكن يكون حتى ديال الذهب مثلا ديال اللور ونعرفوا شي خاتم، وهذا يمكن لي نقيس الكتله ديالو تكون القياس دقيق والحجم ديالو يكون القياس كذلك دقيق، نقدر نعرفوا واش هو من الذهب الخالص ولا يعني ماشي من الذهب الخالص. دونك هذه هي الخاصيه ديال الكتله الحجميه. الى هنا نكون قد انهينا تصحيح هذا الفرض. اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.